A ductile hot rolled steel bar has a minimum yield strength and tension and compression of 350 MPa using distortion energy and maximum shear stress theories. Determine the factors of safety for the following plane stress state. Sigma X وعندنا sigma Y وعندنا tau. لازم نحسب بالنسبة للماكسيمم. الأول نبدأ بالدستورشن انرجي وبعدين الماكسيمم شير ستريس. هنا عندي سيجما اكس وسيجما واي وتاو، اقدر استخدم الفورمولا اللي تجمعهم سيجما اكس سكويرد سيجما اكس سيجما واي سكويرد 3 تاو اكس واي تربيع اس نص يساوي الاكس بمية الاكس بمية والواي بعشرين عشرين تربيع وتلاتة ماينس توني تربيع أس نص فيساوي مية تربيع مع ماينس ألفين وعشرين تربيع وتلاتة في خمسين لا في عشرين تربيع جذر التربيعي فداني 97 تقريبا كده 98 ميجا باسكال. فالفاكتور اوف سيفتي الاس يلد على السيجما داش 350 على 98 فهتساوي 3.57 وطبعا يونت لس ملوش واحد. بالنسبة للماكسيمم شير ستريس لازم نحسب السيجما A و B. عندنا X مع Y على 2 وزائد لل A ماينس لل B X ماينس Y على 2 تربيع مع تاو XY تربيع. نعوض السيجما X بمية 20 وهنا ماينس عشرين تربيع يساوي هنا 120 على 2 يبقى 60 بلس وماينس 80 على 2 فيها 40 فالجذر التربيعي 40 تربيع مع 20 تربيع 44.7 فهيبقى 104.7 و 60 أس 44 يعني 15.3. عندنا كده كيس 1 لأن سيجما A اللي هي 104 أكبر من سيجما B اللي هي 15.3 أكبر من صفر. هنا 104 وهنا 15.3. طالما ده تنشن وده تنشن يبقى آخد الكبير وأقول إن اللي هو كيس 1 يعني وأقول إن الـ N الـ S يلد على السيجما A يعني 350 على 104.7. وطبعا قبل ما نقول يساوي لازم نتأكد ان الرقم ده يطلع اقل من ده. انت شايف الدنيا ضلمة شوية عنده 3 3 4. فبينما الماكسيمم شير ستريس بيقول انا عندي 3 3 34 من 100 ده بيقول لا عندي 3 57 من 100 فده أقوى. فلو 3.5 ده يشتغل التصميم ده يشتغل لكن هنا لازم نزود المقطع عشان اوصله 3.5 بناء على الفاكتور اوف سيفتي. ده شايف ان الدنيا لسه يعني عشان اوصل 3.5 لازم ازود المقطع مثلا. لو 3 طبعا بوث ار اوكي لكن لو 3.5 ده محتاج يزود المقطع ده اوكي بالنسبه لي.